عجبني المقال اللي ارسلت لي اياه انس اللي فيها أرتس. شوف نتنياهو هو الولد المدلل للامريكان وللغرب، الولد سيء الخلق، يؤذي الاخرين، يحرج هؤلاء الذين تبنوه، ولكن في نفس الوقت لسان حالهم افعل ما شئت فإننا نغفر لك. هذه الرابع مرة أظن هو بيتكلم أمام الكونغرس. نعم. ولم تحصل لرئيس دولة من قبل صحيح. أن دعي مثل هذا العدد من المرات. لكن صاحب مقال هارتس يضع يده على الفشل. يعني كل هذا الخطاب وكل هذا الكلام لأمريكا أنه نحن ندافع عنكم وأنه إذا انهارت إسرائيل تنهار أمريكا، وأنه كله لا يجدي نفعا في حل الأزمة التي يواجهها في داخل الكيان الصهيوني. يعني هو هروب وهروب وهروب، هذا هو، وهو من منذ 7 أكتوبر وهو يهرب. ولذلك هذا المقال يعني يصفوه بأنه هو ناجح في إطلاق الشعارات لكنه فاشل في كسب الحروب. وتخيل يعني هذا مقال رئيسي في هآرتس ويعبر عن رأي شريحة واسعة من الإسرائيليين يرون بأنه الحقيقة إسرائيل خسرت هذه الحرب، رغم الآن راح ندخل على الشهر العاشر. دخلنا في الشهر العاشر، راح بعد شوي راح نكمل 300 يوم. و يعني غزة دمرت تماما واستشهد العشرات الآلاف، ربما يبلغون 100,000 أو يزيدون يعني بالنهاية للمحصلة لما نجي نعدها، والجرحى لا يعدون والبنية التحتية كلها دمرت. لكن مع ذلك إسرائيل لم تستطع أن تحقق هدفا استراتيجيا واحدا من الأهداف التي أعلنتها، والتي هي بالبداية إذا تذكر أملت الأمريكان وأملت البريطانيين بأنها هي ستقوم بها حتى تريحهم. هو الموضوع موضوع أناس، مش بس أنه هو لم يحقق شيئا مما أعلن عنه من أهداف. هذا الحدث كشف الصهيونية كما لم تكشف من قبل. صحيح. يعني الآن نظرة الناس في العالم لهذا الكيان الصهيوني وللحركة الصهيونية، اللي زمان كانت نظرة عطف، نظرة أنه هدول مظلومين، هدول حصل معهم كذا، وأنه وما زالوا يظلمون، وأن العرب هم الذين يتربصون بهم الدوائر، كل هذا انقشع انتهى. والآن الوجه البشع للصهيونية لم يعد يخفى على أحد. هو بعيدا أنه هآرتس هي يعني تعتبر من الصحف الأساسية للمعارضة أو لليسار، اللي هو بالعادة ضد نتنياهو، لكن الحرب اللي بخوضها الآن نتنياهو هي هروب، هروب من حالة الأزمات اللي بيعيشها هو شخصيا أولا، واللي بتعيشها المؤسسات الإسرائيلية، واللي بيعيشها المجتمع الصهيوني. اليوم في حالة من حالات الضعف والتآكل، ربما عملية 7 أكتوبر أظهرت هشاشة الاستخبارات، لذلك الآن في أزمات كبيرة وتساؤلات خطيرة داخل الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية. أظهرت أيضا هشاشة الجيش الإسرائيلي اللي كان قاعد بيهيئ خصوصا من الولايات المتحدة ليرث الشرق الأوسط والهيمنة عليه، وأيضا اللي هو بالإضافة لهشاشة المجتمع الإسرائيلي. لذلك نتنياهو الآن بديمومة هذه الحرب واستمرارها، ناس تقول متى تقف، المجتمع الإسرائيلي بيقول يلا نريد أن تقف، الجيش الإسرائيلي بيقول، ولكن نتنياهو يهرب إلى الأمام. نعم. دائما في إشغال المؤسسات العسكرية والأمنية وأيضا الجمهور الإسرائيلي الداخلي من أجل الهرب من الاستحقاقات اللي نتنياهو يدرك أنه في اليوم اللي بتتوقف فيها هذه الحرب سيدفع الثمن أضعاف مضاعفة، إن هو على صعيده الشخصي أو أيضا اللي هو الحالة الإسرائيلية بشكل عام. لهذا أنا بعتقد حتى ما ظهر فيه من خطاب، وهو خطاب حقيقي يؤخذ على عدة وجوه، لكن الوجه الأكثر يعني تركيزا ما وراء، يعني ما وراء هذا الخداع والبريق والتصفيق المبالغ فيه، وأعتقد أنه كل هذا من أجل إخفاء حقيقة المشهد اللي إحنا قاعدين بنتحدث، إسرائيل إلى أين ذاهبة؟ يعني الآن حتى داخل اللوب الصهيوني، حتى داخل الإسرائيليين أنفسهم بيقولوا
نتنياهو لوين مودينا؟ ولذلك الحقيقة هو نتنياهو وضع الطرفين في أزمة، وضع الكيان الاحتلال في أزمة. يعني العالم يرى الحقيقة عارية الآن، يعني إسرائيل تآكلت قدرتها الردعية، مقولة أن الجيش الذي لا يقهر، يعني الآن تختبر على أرض الواقع. يعني إيش البطولة الآن يعمل فيها نتنياهو؟ كل البطولة هو أن يقتل النساء والأطفال وتخريب البيوت، يعني حرب إبادة جماعية منقولة على الهواء مباشرة في ظل هذا العصر المعولم مع وسائل التواصل الاجتماعي لتنقل يعني الأمور صورة وصوت إلى العالم. الحاجة الوحيدة الآن اللي يتحصن بها نتنياهو هو الكبر والعناد، يعني بالمقاييس العسكرية والسياسية والاستراتيجية هو مهزوم. ما الذي يمنع نتنياهو من إيقاف الحرب؟ هو العناد الذاتي والأجندة الشخصية، أن لا يساق إلى المحاكمة وأن لا ينتهي يعني السجل السياسي أو مسار السياسي. لكن على الجهة الأخرى أيضا نتنياهو وضع حلفاء في مأزق. لأول مرة يعني إسرائيل كانت تقدم مثل ما ذكرتم جزيرة من الديمقراطية التي ترفل بالحرية والديمقراطية مقابل صحراء يعني قاحلة محيطة به معناها من الاستبداديات والديكتاتوريات العربية. الآن العالم يكتشف الوجه القبيح لدولة الاحتلال، ولذلك حتى حلفاء محرجين. فعلا المشهد أن يقف أعضاء الكونغرس مرات ومرات يصفقون بتلك الصورة نتنياهو هو تعبير في حقيقة الأمر على مأزق كبير تواجه القوى الأمريكية التي توفر الدعم والحماية السياسية والاقتصادية والأمنية لدولة الاحتلال. فمشهد حقيقة إسرائيل تخسر على جميع الوجهات. يعني الأمر الأكثر بروزا يعني في هذه الزيارة وهذا الخطاب أمام الكونغرس هو الحقيقة عري الديمقراطية الأمريكية. صحيح. لأنه اللي حصل مخجل، يعني أمر مخجل، وكثير من الأمريكان اللي هم ليسوا ممن أعبر عن دعمهم لفلسطين بالضرورة، لكن التعليقات كانت كلها بأنه يعني هذا أمر مخجل، أنه أولا رئيس الأغلبية في مجلس النواب يهدد أعضاء النواب والكونغرس، يهددهم يقول من يرفع صوته ومن يقف ويعترض على سنقوم باعتقاله. هذا الكلام وين هذا الكلام بيصير؟ وين هذا الكلام يصير؟ لا، وهكذا بشكل فج وصارخ. ويعني أنت لو الرئيس الأمريكي جاء ووقف أمامه البعض ونادوا وكذا ما يقع عليه. خليني أنا أضيء لك على موضوع مهم بالنسبة لشخصية نتنياهو. أنا دائما بحب يعني أدرس الشخصية والسمات القيادية في كل شخص يعني سياسي، تجده أنه رجل دعاية من الطراز الأول. ولذلك كل ما حدث هو بي آر أيوة، لأنه كل ما حدث في المرحلة الأخيرة هي شخصية دعائية، هو يتعامل مع هذه الحرب ومع السياسة كمنتج، وهو يسوق الآن شخصيته، يسوق سياسته. ولذلك عمل ثلاث خطوات. الخطوة الأولى راح ذهب إلى رفح، رغم أنه واقع الجيش بنفسه، الجيش بيقول لك إحنا خسرنا آلاف الدبابات، عشرات آلاف الجنود تم تحييدهم ما بين إصابات وقتلى، هناك حالة استنزاف، هناك لم نحقق أي نتيجة، لم نحقق أي هدف، لم نحرر الأسرى، من نحررهم نجدهم جثمين. كل هذا رغم ذلك هو ماذا؟ جاء بالإنتاج، بشركات الإنتاج، جاء بالكاميرات وصف الجنود كأنهم يعني طبقة من يعني الكومبارس، وجلس أمامهم وأمام هذه حركة. أعتقد أن حركة دعائية. نعم. يعني ليست حركة سياسية، بس هم الأمريكان يفعلون ذلك. نعم، هو هذا نمط أمريكي، هو أصلا تربى في المؤسسات الأمريكية سياسة يعني الهوليودية طريقة هوليود. والأمر الثاني ذهب إلى هذا الخطاب. للعلم حتى في الكونغرس هناك عشرات بل ربما يقولوا أنه 100 من أعضاء الكونغرس قاطعوا، ولكن تم استبدالهم. معنى ذلك أن ما حدث في الكونغرس هو مشهد تمثيلي، جاءوا كثير وليس من الموظفين يعني وليس من الموظفين البوابين. نعم. وكذا جاءوا وحطوهم مكان. صحيح أنه هاريس لم تحضر، لم ترأس الاجتماع. وأعتقد أنه سلوك هاريس هو ضمن مخطط يهدف إلى استعادة ثقة الناخبين الديمقراطيين. المرشح هو نقيض الآن بايدن الذي تمالأ مع الإسرائيليين وسكت على جريمة الإبادة وزود الإسرائيليين بالأسلحة. هاريس عندما تتجنب لقاء نتنياهو قالت أنها ستتواصل معه بالهاتف.
هذه طريقة ذكية انتخابية، الهدف منها هو هي مدركة من الحراك اللي في حزب الجمهور الديمقراطي، لا تريد أن تحمل أثقال الحرب على غزة، هي تريد أن تقنع الناخبين الديمقراطيين بأنها شيء مختلف وبأنها تتمتع بشخصية مستقلة وأنها قادرة أن تتعاطى مع هذا الملف بشكل مختلف. هذه نقطة. النقطة الثانية فيما يتعلق بنتنياهو، ينبغي أن نكف الآن عن الحديث عن أن الحرب هي مأزق نتنياهو. الحرب هي مأزق إسرائيل ومأزق الولايات المتحدة الأمريكية. نتنياهو فقط ممثل بارع، ممثل بارع يتعايش مع أزمة وحرب. الأزمة هي تتعلق بالصراع الداخلي داخل الكيان الصهيوني مع اليسار، مع وهو صراع على السلطة، صراع على النفوذ، صراع على القيم. وهذا الصراع أيضا يشتبك معه حتى اليسار الأمريكي، يتضح ذلك من خلال قلة اللقاءات التي تجمع زعماء الديمقراطيين مع نتنياهو. حتى زعيم الأغلبية مثلا الديمقراطية في مجلس الشيوخ وهو شخص يهودي له مواقف ربما جريئة في انتقاد نتنياهو وغيره. أيضا هناك اتفاق أمريكي نعتقد إسرائيل، وحتى القادة الإسرائيليين الذين دخلوا في صراع مع نتنياهو يتفقون معه حول ضرورة الحرب وحول ضرورة أن تستمر الحرب وحول ضرورة أن يعني تهدم غزة على رؤوس أبنائها. الولايات المتحدة الأمريكية وهي طبعا تقاد من خلال أشخاص معظمهم إسرائيليين تقريبا، صممت نهاية تقود الحرب في غزة اليوم وعملية الإبادة الكارثية هذه إلى ما يسمى النسيان، إلى تدفع بها خارج الاهتمام العالمي. أعلن بايدن المبادرة باسم نتنياهو، قال أنها مبادرة نتنياهو، ثم حصن هذه المبادرة بقرار من مجلس الأمن وأصبحت اليوم تعكس الإرادة الدولية، ولكن ترك مسألة تنفيذها لإرادة نتنياهو وللإسرائيليين. أيوة، بس هذا دليل ياسين، هذا دليل على وجود خلافات حقيقية. يعني شوف، هو في البداية بعد 7 أكتوبر مباشرة إذا تذكر أمريكا والدول الغربية وقفت مع إسرائيل بشكل مطلق، ومن حقكم أن تدافعوا عن أنفسكم ومش عارف إيش إلى آخره. لكن أظن أنهم لم يتوقعوا ولم يرغبوا في أن تستمر الحرب كل هذا الوقت. استمرار هذه الحرب هو رغبة نتنياهو، ليست رغبة الغرب، وربما ليست رغبة طبعًا كثير من القادة العسكريين الإسرائيليين. طبعًا طبعًا نتنياهو يعني هو معك حق في أنه هو في اتفاق على مجموعة من الأساسيات فيما يتعلق بالقضاء بالصهيونية بالمشروع الصهيوني. قرر الكنيسة الخاص بعدم يعني برفض وجود دولتين. أيوة، بس هذا لأنه هو عنده أغلبية، هو ائتلافه. لا لا لا، بني غانتس شارك وصوت، كترته صوتت. لا، الآن المجتمع الصهيوني يعني هو مجتمع متطرف بالعادة. يعني أنت في السابق كان هناك صراع ما بين اليمين واليسار، صحيح. اليوم ما بين اليمين المتطرف واليمين، يعني صحيح. يوم بني غانتس هو نفس المدرسة، عاد في يسار، ما عادش في يسار، أو يسار مهمش ضعيف ليس له قدرة على الحياة السياسية. كنت حابب تحكي شيء. أنا ما صحيح اللي ذكره الأستاذ ياسين في جانب من الصحة. الصحيح اللي فيه هو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تتحمل أعباء هزيمة إسرائيلية في المنطقة، لهذا ستكون له تبعات في موضوع التطبيع، بنت استراتيجيات كبرى، ولذلك تتغير الحكومات ولا تتغير ثوابت السياسة الخارجية في الشرق الأوسط. يعني لما رحل الرئيس الأمريكي السابق يعني ترامب، الاتفاقيات الإبراهيمية استمرت مع بايدن، ولذلك في شعور عام أن هزيمة إسرائيلية ستكون لها تبعات استراتيجية وعلى التوازنات العامة في المنطقة. بس هو السؤال هنا الرفيق أنه ما هي الهزيمة؟ هل الهزيمة من وجهة نظر نتنياهو غير الهزيمة من وجهة نظر صحيح أنصاره؟ صحيح. هو في لأن الانتصار والهزيمة بالنسبة لنتنياهو تتعلق بالتوازنات الداخلية في المشهد الإسرائيلي، أن نتنياهو يحافظ على وجوده كرئيس وزراء ويحافظ على أغلبيته، لا تتفكك الحكومة. وطبعا نتنياهو تحول إلى حالة عربية، يعني رهن الدولة الإسرائيلية للأجندة الشخصية. يعني اللي يبرر ويفسر استمرار الحرب ما عندهش أي تبرير إلا الأهداف الشخصية والطموحات الشخصية لنتنياهو ألا يخسر مساره السياسي. لكن من جهة أخرى أيضا، هزيمة عسكرية إسرائيلية تعني سقوط مشروع التطبيع، توازنات أخرى في المنطقة، قوى المقاومة، الحركات الشعبية. أيوة، بس هو الآن في خشية
أظن يعني في خشية في الدوائر الغربية من أن نتنياهو هو الذي سيسبب الهزيمة للمشروع الصهيوني. صحيح. يعني هو في البداية في الحرب انتقموا ضربوا قتلوا إلى آخره، كان ممكن يصلوا إلى تسوية ويحصل تبادل وانتهى الأمر 100%. هو يخسر لكن صحيح. إسرائيل تكسب. صحيح. هو عشان نكون أكثر دقة وتوصيفا، هناك قلق غربي أمريكي نحو خسارة استراتيجية وربح تكتيكي. يعني أيوة. لا شك أنه هناك اليوم في هناك واقع صعب جدا وكارثي وتهديد حقيقي لشعبنا الفلسطيني ولمشروع المقاومة بشكل أو بآخر، لأنه أنت الآن في حرب مستمرة لتسع شهور. ولذلك إذا احنا بنتكلم عن خطابنا نتنياهو بعيدا عن البروبوغندا وبعيدا عن الحالة التمثيلية اللي حصلت، لكن هو أيضا يبدو أنه يجيد مخاطبة الغرب، وهو هو أصلا يعني متحدث قوي هو ابن الغرب ولديه قناعة ويعرف كيف. يعني مثلا هو يستخدم الابتزاز وهو سلوك غربي، يستخدم المقايضة بشكل أو بآخر. يعني مثلا أنا لفتني في مضمون خطابه أنه يعني ألمح أو تحدث أننا حينما نقاتل الآن نقاتل عن أمريكا، وقال أنه انظروا ماذا يقولون، يقولون الموت لإسرائيل ثم الموت لأمريكا. معنى أنا الآن لا أدفعكم ثمن القتال لكن أنا أقاتل عنكم. هذه أفكار خطيرة إذا استطاع تسويقها، لا تحتاج إلى أيضا قدرة. يعني بس شوف فكري. العامل اللي ذكر قبل شوي أبو ناجي، أنت ذكرت مسألة أنه ما أحد كان يتوقع أنه الأمد الحرب يعني يستمر حتى اليوم يطول، بل أنه إذا تذكر في البدايات لما كنا نتكلم عن إشكالية دخول عام 2024 وهو عام انتخابي في بريطانيا وأمريكا ومع استمرار الحرب، فالأمر الحقيقة طال أكثر من توقعات أكثر كل واللي كان يكون منصفين اللي كان يكون منصفين أيوة. إطالة أمد الحرب ليس مرهونا برغبة نتنياهو في البقاء في السلطة. أعتقد هذا اختصار المسألة. إطالة أمد الحرب تعود إلى أن هناك رجال في الميدان هم أطالوا الحرب، لم يقبلوا الهزيمة. أنا يعني لولا وجود المقاومة لا تزال تحطم الدبابات والمدرعات وتظهر أن الحرب لم تحقق أهدافها لم أطالت. لا بس هي المقاومة، المقاومة هي رد فعل على العدوان. نعم نعم، أنا لا أحمل هذا المستمر، وأنا فهمت يعني لولا قدرة المقاومة على الصمود والصبر وعدم الهزيمة. لا نتنياهو يبحث عن النصر في النهاية، يريد النصر يتحقق في يومين. هو برضو بس لا يريد النصر هذا أن يأتي بعد ثلاث سنوات. برضو للتوصيف الأكثر دقة، العملية الإسرائيلية أو حرب الإبادة في قطاع غزة هي حرب غرائزية انتقامية. نعم. معنى جزء كبير من الهدف هو ليس تحقيق النصر الطبيعي. نعم. بل عملية إبادة وترحيل وتهجير وتجريف كامل، وهذا متفق عليه على فكرة ولذلك النخبة الإسرائيلية كلها. ولذلك لا، من كان يراقب نتنياهو في البدايات كان واضحا حقيقة، هو قال أن عام 2024 عام حرب. نعم. هذا تحدث فيه في أول شهر. احنا كنا يعني كانوا المراقبين، لأن وهذه العملية هناك لا في تغير كبير، تغير استراتيجي، أن هناك عدة عوامل لاستمرار هذه الحرب. منها الإشكاليات الداخلية، يعني الأزمات الداخلية هذه جعلت الاحتلال الإسرائيلي غير قادر على اتخاذ قرار. لا، في هناك مزايدات كبيرة، في هناك توازنات، في هناك خشية، في هناك تلويحات. ولذلك حتى الولايات المتحدة حاولت ودعت المعارضة وبيني جانتس وبنت وغيرهم، أنا نسيت اسمه الثالث هذا مسؤول المعارضة، أن يعطوا ضمانة أن يعطوا ضمانة لنتنياهو أن يحمي حكومته في حال، ولكنه رفض ذلك ولم يذهب إلى هذا. بس هذا هو عنصر المفاجأة في حقيقة الأمر، كان لمختلف الأطراف حتى نكون منصفين. نعم. عنصر المفاجأة ربما كان للطرف الفلسطيني، ما كان يتوقع أن الحرب سيصل مداها ومستواها إلى هذا الدمار وهذه الحرب الانتقامية إلى هذا الحد. يعني لا أحد كان يتوقع ذلك، يعني أصدقاء وحلفاء إسرائيل وخصومها وأعداء، وإسرائيل أيضا لم تتوقع قدرات المقاومة لهذا الحد. نعم. ولذلك هو خطأ استراتيجي وخطأ تكتيكي. يعني طوفان الأقصى فاجأهم، يعني ضربت القوة الرادعية الإسرائيلية وداهمهم على حين غرة، كانوا في حالة صدمة وكانوا يتصوروا عملية الانتقام ستكون سريعة ويقوضوا البنية التحتية للمقاومة، وبالتالي ربما الأمر ليستغرق أكثر من شهر أو شهرين على أقصى تقدير. وجدوا أنفسهم في ورطة عسكرية كبيرة،
الآن المشكلة الرئيسية أن نتنياهو لا يحتمل يعني تبعات الهزيمة، لأن هذه هزيمة سياسية وهزيمة عسكرية وهزيمة استراتيجية. بالنسبة للأمريكان الآن وحلفائهم الغربيين يريدون إنقاذ إسرائيل من نتنياهو، لأن نتنياهو يقودهم إلى محرقة حقيقة. صحيح قد تكون في معناه انتصار عسكري جزئي تكتيكي، ولكنه لا يستطيع أن ينتهي إلى انتصار عسكري بالمعنى الاستراتيجي. يعني الهدف الرئيسية ما هي التي رسمها نتنياهو؟ وفي نهاية المطاف ستقيم هذه الحرب بالأهداف الاستراتيجية المعلنة: القضاء على المقاومة وضرب بنيتها التحتية، ماذا واسترجاع الأسرة. لم يتم استرجاع الأسرة ولم يتم القضاء على المقاومة السكان. وتم تهجير السكان، يعني هذه انتصارات تكتيكية. الغرب يريد أن ينقذ نتنياهو من مغامراته العسكرية ومن جنونه، لأنه يعرف هذا المشروع ليس له أفق، ويريد ترتيبات عسكرية قد تكون في بعض تنازلات متبادلة من هنا وهناك، ولكن في نهاية المطاف يتم إنقاذ المشروع الإسرائيلي في عموم منطقة الشرق الأوسط باعتبارها القاعدة السياسية والعسكرية المتقدمة للسياسات الغربية. يعني عوداً للخطاب، خطاب الكونغرس، الحقيقة يعني كل المؤشرات تشير إلى عمق الأزمة اللي مشروع إسرائيل يعيشها. لاحظوا أنه إحنا عندنا أكثر من 50% من النواب لم يحضروا، هذا أمر غير مسبوق ترى بالمناسبة. وقضية التهديد من قبل رئيس الكونغرس أنه من يرفع صوته أو يقاطع خطاب نتنياهو سيتم اعتقاله، معناته هو يعرف أنه في هكذا روح. مسألة رشيدة طليبة التي حضرت ورفعت شارة مجرم حرب، هذه الصورة الآن انتشرت حول العالم، هي الصورة الأبرز الآن، الصورة الأبرز هي تكاد تكون هذه الحقيقة كلها هي مؤشرات. اليهود اللي جاءوا، اليهود اللي سبقوا بالضبط، كانوا لابسين كلهم بلايز حمر، بالضبط هذا الأمر. ثم التصريحات عبر التويتر والإنستغرام وكذا لنواب قرروا الغياب، وكيفية نعتهم أنه أنتم ستصفقون لرجل لمجرم حرب، وأنتم ستصفقون لشخص هو مطلوب لدى محكمة العدل الدولية. يعني كثير منهم على فكرة أشاروا إلى فكرة أنه هذا ينبغي أن يذهب إلى المحاكمة بالضبط كمجرم حرب، ولا لا لا يكرم بهذا الشكل، لا أن يأتي، لا أن يحوز شرف فالأمر هو فيه إيذاء لل يعني خلنا نقول الشرعية القيمية لأمريكا نفسها. صحيح. أمريكا التي استقبلت هذا الرجل في عقر دارها وصفقت له هذا التصفيق الأهوج وهذا التكريم المبالغ فيه، هذا الأمر يشعر الأمريكي العادي غير المسيس يشعر بأنه في حاجة غلط. ولذلك هو في تغير في ميزان القوى، يعني التابو المحرم الإسرائيلي بالضبط. الآن أصبح عاريا، يعني لا أحد ينكر يعني حجم النفوذ الإسرائيلي والتحكم في الطبقة السياسية وفي دوائر القرار السياسي. الآن صار الرأي العام الأمريكي والغربي يكتشف فيه منطقة مظلمة وكانت مخفية اللي حجم هذا اللوبي وتحكمه في رجال السياسة والقرار السياسي، ولذلك وضعت على الطاولة وصارت الناس تتجرأ عليه. يعني كانت ربما نخبة محدودة تعرف هذه الحقيقة وتتستر عليها وتخاف من أن تعبر عن الحقيقة، لأن تعقب يتم تعقبها بالقوانين وربما حتى إخراجها، يعني تدمير مسارها السياسي. كل الشخصيات التي خرجت على الخطوط الرئيسية إلا وتم يعني ضربها وتهميشها، وربما تجد نفسها حتى متابعة قضائيا. الآن الرأي العام الغربي يكتشف الحقيقة العارية، وخاصة الحركة الشبابية الطلابية، يعني صمود المقاومة صارت في جرأة، يعني دليل على تغير حقيقي. لذلك احنا بعيدا عن البهرج اللي ظهر فيه نتنياهو امام الكونغرس، لا، نحن امام يعني هزيمة استراتيجية للاحتلال. هذه ممكن احنا لو شفنا المشهد من ابعد، يعني من ذلك كيف كان حال الاحتلال قبل 7 أكتوبر، كيف كان يعد نفسه ويتوج نفسه سيدا لمنطقة الشرق الأوسط، كيف كانت ترمى تحت أقدامه مشاريع دولية استراتيجية كبيرة مثل مشروع الهند فلسطين، يعني الواصل بين الهند، كيف كانت أمواج التطبيع وأمواج التقارب من كل دول، وكيف اليوم، كيف هو كان يعد نفسه، وكيف الآن هو من مرحلة هذا التتويج إلى مرحلة الدفاع ومرحلة القلق الوجودي اللي بات يغرق فيه أكثر فأكثر. بس احنا عندنا نقطة مغيبة أو بعد مغيب اللي طرف آخر في مأزق ولا يقل مأزقية من إسرائيل والطرف اليمني، هو الطرف العربي، النظام الرسمي العربي. النظام الرسمي العربي ظهر عاريا، يعني دول التطبيع العربي التي راهنت ركبت المركب الإسرائيلي
وبعضهم صار رهانه الاستراتيجي كيف يحمي نفسه أمنيا وعسكريا ولوجستيا بدولة الاحتلال. الآن الرأي العام العربي والإسلامي والدولي يكتشف لأن دول مش فقط يعني تقوم بترتيبات تكتيكية حتى تمشي حالها، صار في يعني صاروا يناموا في سرير واحد مثل ما يقال، يعني أضمة عربية مرتهنة بالكامل لإسرائيل. بل أكثر من ذلك، بعض الدول العربية ذهبت حتى الجامعة العربية وأرادت أن تغير العقيدة السياسية والأمنية يعني العربية على أساس أن العدو الرئيسي ليس إسرائيل، إسرائيل صديق وحبيب وحليف. مين الخطر؟ الخطر الإسلام السياسي، وفي الغالب يتحدثوا على شيء اسمه الإخوان المسلمين، بعضهم يتحدث على إيران وبعضهم يتحدث على تركيا. فالآن أصبحت هذه الأنظمة في وضع هش وضعيف ومحشورة في الزاوية. في حقيقة في الغرب الآن في معركة شديدة البأس. أمس تواصلوا معي بعض اليساريين من النمسا، قالوا نحن قررنا أن نحيي منصة إعلامية قديمة كانت موجودة، نشعر الآن أنه آن أوان أن تتجدد وتظهر من جديد. والسبب أنهم هذا اللوبي الصهيوني أو اللوبي المؤيد للكيان الصهيوني يريد أن يكتم أنفاس الناس، ونحن لن نسكت على ذلك. الآن في النمسا وفي ألمانيا كلمة انتفاضة أصبحت محرمة، يجرم من يستخدم كلمة انتفاضة. تصور وين وصلوا فلسطين من البحر إلى النهر، إذا ذكرتها كشعار يعتبر جريمة. طبعا يقولون سنتحداهم ولن نسكت على ذلك. هذا النوع من التحدي، هذا الحرب، إنه هذا أيضا شيء غير مسبوق، وهذه من النتائج التي لم يكن يتوقعوها. والمسألة هي بأنه كان الرهان أن الناس لن تفهم أو لن يعني تتأدلج بسبب فلسطين. الآن المشكلة أنه عمق الحرب وأبعادها أدت إلى أنه الإنسان الآن مو قضية فلسطين، قضية حريته. حريته نعم نعم. حريته نعم. الشخصية الآن أصبحت. فالآن يقوم الناس ويتظاهرون ويرفعون الأصوات ويعاندون مطالبين بحرياتهم. كان الغرب يشعر بتفوق، كان المواطن الغربي يشعر بتفوق، يشعر بالاعتداد بالنفس، يشعر بأنه فعلا حر. لكن اكتشف أن الموقف الغربي مما يجري في فلسطين قوض تماما هذه الصورة الذهنية عند الغربي، وأصبح يشعر بأنه النخبة السياسية التي تتحكم بالقرار في الغرب مجموعة من المرتهنين للمال السياسي بكل ما تعني كلمة معنى، وأسوأ بكثير من الدول العالم الثالث. صحيح. التصفيق الذي حصل عليه نتنياهو بدون سبب، في لم يأتي منتصرا، نتنياهو لم يأتي إلى الكونغرس منتصرا، جاء وهناك 4 قتلى على الأقل من الأسرى في خان يونس بعد قصف عشوائي قتل فيه الأبرياء والأطفال والنساء، وقتل 4 من الأسرى. جاء من رفح، ورفح هي كانت النقطة النهائية الحاسمة بالنسبة للحرب، أثبت أن رفح ليست رئة للمقاومة لتستمر في هذه الحرب. ثبت أن غزة كلها جبهة متماسكة متصلة ببعضها وأنها مستعدة أن تستمر. إذن نتنياهو ذهب مهزوما، وهؤلاء أرادوا أن يرفعوا معنويات هذا الكائن في وقت المومية السياسية في البيت الأبيض تودع الحياة السياسية دون أن توجد شيء بالنسبة لأزمة لها علاقة باختبار القيم الأمريكية، ولها علاقة بتأكيد يعني مصداقية أمريكا، ما إذا كانت فعلا معنية بالعدالة في العالم، ما إذا كانت معنية فعلا بحماية الحريات، ما إذا كانت معنية بحماية الديمقراطية. إذن هناك إخفاق هائل يعني منيت به الولايات المتحدة الأمريكية.